عطفا بقى على ماذا يجب على الأهلي أن يفعل حيال البيان الصادر عن نادي الهلال ورؤية أيضا مختلفة عنه. معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ عماد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادلي والأستاذ صلاح سالم. أستاذ عماد. أيوه مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء الخير يا فندم. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي والأستاذ صلاح سالم. يا أهلا بكم جميعا وكل سنة وأنتم طيبين. أستاذ عماد، أنت كتبت مقالتين في الشروق النهاردة وإمبارح عن بيان نادي الهلال وماذا على الأهلي أن يفعل، يا ريت تقول لنا فكرة المقالتين ورؤيتك لما حدث. فكرة المقالتين باختصار هم ثلاث مقالات، لأن أنا كتبت مقال كمان عن ما نسب إلى جماهير الأهلي هتفت ضد وزارة التحلية، فكانوا ثلاث مقالات متواجدين، بس دور الرئيس بتاعهم انه ما نسب الى جماهير الاهلي انها هتفت بدفاتع عنصريه ضد فريق الهلال هو امر غير صحيح بالمره. انا كما تعلم اخي ابراهيم مش ناقد رياضي وانا متخصص، لكن مجرد يعني بحب الكوره وطبعا زملكاوي كما تعلم. لكن الكلام اللي اتقال عن الماتش ده وخصوصا بيان الهلال حاجه في منتهى الخطوره. نادي الهلال السوداني هو نادي كبير ونادي رقم واحد تقريبا مع المريخ في السودان. بعد الهزيمه قال انه جماهير الاهلي هتفت ضد الفريق عبارات فيها شبهه عنصريه. سالت اكثر من حد من اللي حضروا الماتش وعدد منهم مش اهلاويه يعني، الناس انكروا هذا الكلام انكار تام. وبالتالي رايت انه البيان اللي طلعه نادي الهلال هو بيان يتجاوز الرياضه بكثير، يعني نعلم جميعا ان كل الانديه خصوصا الانديه الديربي المتكافئه في الدول بيبقى في منافسات رياضيه وحساسيه من الفوز هنا او الهزيمه هناك، لكن طالما الامر في اطار الكوره مفيش مشكله. الامر هنا تجاوز الكوره الى محاوله خبيثة جدا لضرب علاقة بين بلدين هي تعاني أساسا من مشاكل قديمة ومتجددة. وبالتالي ما كانش يعني بالنسبة لي إن أنا أعد الأمر بالسهولة دي، وكتبت إن إخواننا إن إحنا ناخد بالنا إنه البيان اللي طلع من نادي الهلال في منتهى الخطورة وعلينا إن إحنا نرد عليه بكل الطرق السياسية، وكل طرف يقدر يرد في مجاله من أول النادي الاهلي مرورا برواسط المشجعين للانديه المصريه نهايه بالدوله المصريه ووزاره التربيه يفعل ده، لانه كوره القضيه محاوله طبيب. وكما نعلم في اطراف كثيره جدا من مصلحتها اللي يحدث خصوصا بوضوح اثيوبيا، وشفنا حسابات اثيوبيه كثيره بتنفخ في النار وفي الفتنه وتقول الحقوا المصريين بيشتموا السودانيين في كتائب عنصريه. ده في منتهى الخطوره خصوصا احنا عندنا مشاكل مع اثيوبيا في سد النهضه من مصلحتنا ان الشعب السوداني والسودان الرسميه والشعبيه تبقى معانا. فعلينا ان احنا نقرا بيان الهلال في اطار قراءات متعدده، مش مجرد فريق اتغلب وبيحاول يعني يبرر قدام جماهيره سبب هذه الهزيمه. يعني وصل الامر يعني تاكيدا على ملاحظتك ان قالوا عايزين نعمل اجتماع لرؤساء الانديه الافريقيه في اثيوبيا. لا مش بس نعمل اجتماع، ده قال ان احنا هنعمل جوله بيان الهلال في الدول الافريقيه عشان نقول لهم انظروا هذا الفريق. هو طبعا احنا مش بنثير هذا الامر عشان نجمع حاجات ساخنه، بالعكس عشان نوضح عشان نقول عايزين نتجاوز هذا الامر ازاي ونعالجه ازاي، لان برضو يمكن جزء من الحل انت اشرت عليه في مقالك الاخر لما وزاره الخارجيه اشرت الى بيان وزاره الداخليه اكتشفت التلاعب فيما هو منسوب من فيديوهات للنادي الاهلي بيسيء لوزاره الداخليه، فالامر ما هوش كوره يعني. طبعا مش كوره، لان هو الكوره هي تقريبا الدبلوماسيه الاهم والتواصل المهم بين الناس، فبالتالي اسهل طريقه لي تحقيق ما يعرف في السياسه في التخطيطات في الاجتماع في اي حاجه بتبقى الرياض. وبالتالي انا ظني انه احنا كلنا مطالبين ان احنا نعمل كل واحد جهد في اطاره
انا اتصور ان النادي الاهلي مهم جدا يطلع بيان واضح، ومهم جدا ان يتواصل مع الانديه الافريقيه كلها ويقول لهم كل ما نسب لي من هذا الامر مش صحيح. تاريخ الاهلي والزمالك والفرق المصريه كلها مع الفرق الافريقيه بنختلف وبنتنافس، لكن في النهايه لم يعني يثبت على فرق مصريه انها مارست اي سلوك عنصري ضد الفرق الافريقيه. بالعكس يعني يمكن الاهلي ليه السبب في فكره انه يجيب مدرب زي موسيماني، هي المره الاولى في تاريخ الكره المصريه اللي يجي مدرب افريقي. الاهلي والزمالك وكل الفرق عندهم لعيبه افريقيه لهم كل التحيه والتقدير طول الوقت، لكن كمان مع السودان احنا محتاجين جهد كبير مش بس النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي طرف واحد والعلاقه مع السودان متعدده ومتشعبه. الهدف الرئيسي ان نحافظ على السودان الشقيق والحبيب وكل العلاقات الجيده، وننبه ان هناك قوى في بعض القوى في السودان الشقيق تعمل بدأب على تأزيم الوضع بين مصر والسودان. وماذا عن البعض اللي حضرتك بتقول عايزين كلنا نساعد على تجاوز هذا الامر ويعني الغاء هذا الاحتقان بان احنا نتوحد في رفضه، لكن كيف يصدر البيان ونادي الهلال متواجد على الارض المصريه وفي كل هذا الكلام وتجد من التلميحات لبعض من هم الأطراف. بعض الاطراف هنا في مصر بتؤجج في هذا الاتجاه، نعمل ايه في الحكايه دي يا استاذ؟ وما هو المطلوب على فكره؟ يعني لما يكون بقى المسؤول مش عايز يكون مسؤول يتعمل ايه؟ المساله باختصار قولا واحدا، يعني من حق الانديه المصريه ان تتنافس كما تشاء، ان تتلاقى احيانا رغم يعني احفاظي على ده ان المقايدات والملاسنات في اطار الرياضه عادي. انا بالمناسبه يعني كل ما الاهلي بيتقلب بتصل بابراهيم منيسي بقطع فيه، وابراهيم بيعمل العكس تقريبا. بعمل كتير ده، انت بتتقطع فيه كتير الحقيقه. ما حدش بيطبطب عليك غير يا عماد. لكن يعني ده مسموح في، وبنشوف ثاني يوم مصر في الاهلي والزمالك بيلعبوا في اي مع اي فريق حد بيتقلب الناس كلها تقريبا بيقعدوا يعني طبيعي صحيح. لكن ان يتحول الامر الى ترويج لبيان الهلال ده قولا واحدا مرفوض وغير مسؤول وغير وطني بالمره. المساله دي مالهاش دعوه باهلي وزمالك ولا اهلي واسماعيلي ولا اي فرق، ده مساله متعلقه بمصر كلها مش كوره خالص. وبالتالي يعني اظن ان هو يعني هو بيداء لكل الناس حتى اللي بيعملوا ده في حسن نيه، ما ينفعش المقايدات في هذه المسألة. يعني ده امر لا ينبغي ان يتم، لو حد عمل حسن نيه عليه ان يتوقف، لان يا اخوانا دي مش كوره خالص، دي مساله تتجاوز الكوره بمراحل لهدم علاقه وثيقه بين مصر والسودان، علاقه كانت يعني كانت وسيطه وكنا دولتين، كنا دوله واحده لحد سنه 1956، وفي حساسيات موجوده في التاريخ وحاجات وفي قوى في السودان لا تتمنى الخير لمصر. فعلينا نحن نحاصر هذه القله ونعظم من الوشائج المشتركه ونبذل كل الجهد في سبيل ده. تمام يا استاذ عماد، شكرا جزيلا على هذه الرؤيه الواضحه عبر ثلاث مقالات مهمة. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.